انت حامل؟ اه انا حامل، ابنك في بطني يا يوسف. اتكلمي بجد، انت حامل؟ انا كنت عارفة ان انت هتفرح. طبعا هفرح، ده احلى خبر سمعته في حياتي. استني اسمعه من زمان. ابن مين يا فجرة؟ ابن مين؟ ابنك يا يوسف. وما ابنك؟ ابني انا. ابني انا. ابنك. انا ما بخلف. كدبة جديدة زي المكالمة المتفبركة. انت دمرتي حياتي، انت بهدلتيني، خليتيني اشك في مراتي، خليتيني ابهدلها واشوه سمعتها. لا والله لا، هي مش كويسة، هي مش كويسة. انا اللي بحبك، والله انا اللي بحبك. انت شيطان، انت شيطان، انت لازم تبعتي. انا هقتلك. اطلعي بره واستني الموت. اطلعي بره. ازيك؟ يهمك قوي تعرف؟ يهمني انك تفتحي قلبك وتسمعيني. قلبي؟ قلبي يا باشمهندس؟ قلبي انا؟ انت ذبحتني. عارف يعني ايه ذبحتني؟ يعني خلاص ما بقاش في هنا قلب عشان يحس باي حاجه هتقولها. يارا انا جاي وندمان على كل حاجه انا عملتها معاكي، مستعد اعمل اي حاجه عشان ارضيكي. انا اتخدعت واتضحك عليا زي ما ابتخلتك نصب عليكي. انا في واحده صايعه لعبت بدماغي وعمتني. يعني احنا الاتنين ضحايا صح؟ بالظبط، احنا الاتنين ضحايا ودفعنا الثمن طيبتنا. طب بيني وبينك كده ومش هقول لحد، انت مقتنع باللي انت بتقوله ده؟ عندك حق تقولي اكتر من كده، انا جرحتك بس انا ممكن ارجع كل حاجه زي الاول. بتعرف تصحي الميتين؟ أصل اللي قدامك دي ميتة، ماتت واتدفنت. على فكرة أنا اكتشفت إن في ناس كتير قوي حوالينا عايشين بس هم أساسا ميتين. الناس دي بقى تاخد بالك منهم عشان هم ما بيبقاش فارق لهم، يعني ما عندهمش حاجة يخافوا عليها، مش فارق معاهم حاجة، مقطعين البطاقة. يعني من الآخر كده تخاف منهم. أنا عمري ما حبيت حد غيرك. إيه أقول له ميتين يقول لي ما حبيت؟ حب إيه واسطوانات إيه اللي أنت بتتكلم فيها؟ إيه يوسف؟ أنا شايفة إنك بتضيع وقتك، وأنا عارفة إن وقتك غالي عليك، ونشوف شغلك أحسن لك. يارا أنا آسف. آسف على كل حاجة أنا عملتها. امشي اطلع بره يا يوسف، امشي بقى روح. آسف إيه اللي أنت بتتكلم فيه؟ هو إحنا كنا ماشيين في الشارع فخبطتني في كتفي من غير ما تاخد بالك، فدورنا بصينا لبعض، فقلت لي سوري، قلت لك معلش ولا يهمك. أنت في إيه؟ أنا بقول لك ذبحتني، أنت ما بتفهمش. يا رب بلاش تتجوز لو سمحت. صح، أنا آسفة، مش المفروض اتجاوز، احنا المفروض نتعامل مع بعض بادب واحترام وتحضر زي ما انت عملت معايا بالظبط في كل اللي فات. عموما انا سايبه لك انت التربيه والادب يا ابن الناس يا متربي، عشان انا اصلي ست فجره مقضياها. هتفضل مبحلق لي كده كتير؟ امشي اطلع بره، اطلع بره، والبيت ده ما تعتبوش تاني، ولو شفتني في أي مكان
صدفة أو غير صدفة تحشاني تماما، لأن لو عينك جت في عيني ههزقك ومرمطك وامسح بكرامتك الأرض. أنت فاهم ولا مش فاهم؟ همشي اطلع بره بره.